أعزائي المشاهدين، تحتضن مدينة الدار البيضاء اليوم ندوة صحفية لتسليط الضوء على ماراثون مراكش في نسخته 29 تحت إشراف جمعية الأطلس الكبير. كل التفاصيل تجدونها في التقرير التالي. هذا شيء مهم بالنسبة لكل سنة كنديرو تكريم، بالنسبة للتكريمات ديال الأبطال. التكريم كل عام كنديرو كناخدو بطل العاب القوى وكنديرو تكريم، هادي عامين درنا تكريم ديال نوال المتوفين، والعام اللي فات درنا تكريم ديال الأحنصار، وهذا العام غادي نديرو تكريم ديال البطل الأولمبي بوطين مراد إبراهيم بوطين. مدرسة للماراثون اللي كينطلقوا منها الأبطال لا المغاربة ولا الأجانب، بحيث بالنسبة للأبطال المغاربة كلهم كيمشيو ينطلقوا من مدينة مراكش، بالنسبة للأجانب كيجيو شباب كيجريو لأول مرة أو ثاني مرة وكيحققوا توقيتات جيدة وكيصبحوا أبطال على الصعيد العالمي. الجديد في هذه الدورة وهو أن أولا العدد ديال العدائين اللي هو عدد كبير، لأول مرة كنفوتوا 8500 ديال العدائين. ثانيا بالنسبة للبلاطو، بلاطو مستوى عالي جدا، بحيث يمكن نقولوا هذا البلاطو ما عمره كان عندنا من قبل، لأنه أول مرة عندنا بعد النساء اللي عندهم أقل من ساعتين و25، هذه أول مرة. كذلك بالنسبة للذكور أول مرة كيشاركوا معنا ناس اللي عندهم أقل من ساعتين و7 دقائق، هذا شيء مهم جدا. وكذلك والمغاربة، والمغاربة كلهم دائما كيشاركوا، دائما عندهم واحد إخلاص الماراثون ديال مراكش، لأنه كيعرفوا بأنه الانطلاقة ديالهم دائما كتكون مدينة مراكش. المدار تقريبا هو نفس المدار اللي كان من قبل، فقط هنا واحد التغييرات بسيطة لأنه كان عندنا شي إشغال على واحد القنطرة ديال واحد الواد، ولكن تقريبا نفس المدار اللي كان. بالنسبة لهذه الدورة اللي هي الدورة 29، طبعا دائما في ماراثون مراكش كنطمحوا للأحسن، باش تكون دورة تكون أحسن من اللي سبقاتها. فهاد السنة بالنسبة لأول شيء بالنسبة للمدار أو المطاف، أولا نظرا لبعض الأشغال اللي كاينة في مراكش، هاد الأشغال دفعتنا باش يكونوا بعض التغييرات، ولحسن الحظ هاد التغييرات جات واحد النسق اللي خلات أن الماراثون مراكش غادي ياخذ واحد الحلة جديدة وفي نقاط اللي كتناسب كثير العدائين واللي غادي تمكنهم ان شاء الله باش يحسنوا الارقام ديالهم، ولما لا تحسين بعض الارقام، ارقام شخصيه او ارقام وطنيه. وفي هذا الصدد عندنا يعني المشاركه كالعاده اللي كتكون فيها المنافسه ما بين عدائين كينيين اثيوبيين والمغاربه، وكاين بالنسبه للاناث اللي هو الشيء اللي كنراهنوا عليه كثير هذه السنه اللي هو تحطيم الرقم القياسي للدوره، لانه كما كتعرفوا الرقم القياسي على مستوى الاناث يعني تقريبا 20 سنه، وان شاء الله هذه السنه حطينا جميع الترتيبات وجميع الظروف باش يكون رقم قياسي جديد على مستوى الاناث. وكنظن في الاخير بان كالعاده يعني العدائين اغلب العدائين اللي كيشاركوا معنا دائما راه كيلقاو الترحاب، وكيكون الماراثون مناسبه لهم باش يتمتعوا بواحد اليوم الجميل وتحسين الارقام وتحسين المستوى، وهذا هو اللي كيدفعنا باش كل سنه ان شاء الله نديروا نواكبوا الجهود ديالنا باش يكون الماراثون دائما في المستوى اللي كنطمحوا له. بالنسبه للابطال المغاربه، كتعرفوا بان السنه الماضيه يعني كانت واحد المفاجاه ساره، حيث ان جوج الابطال مراكشيين المغاربه احتلوا المركز الثاني والثالث، هو هشام القواحي وابو ناصر. هذه السنه هشام القواحي شارك معنا، ويعني كنتمناو حنا حاطين جميع الظروف باش ربما ان شاء الله يفوز بالماراثون، لما لا، او على الاقل يحسن الرقم ديالو هو ساعتين وعشر يكون رقم جديد بالنسبه لي. وهذا هو يعني اكبر مكسب بالنسبه لنا، هو ان نلقاو ابطال مغاربه صغار ناشئين طور يعني لتحقيق
بطولات في المستقبل والانطلاقه ديالهم كتكون من ماراثون مراكش، وحنا كنشجعوهم بجميع الوسائل باش ان شاء الله يكون التمثيل ديالهم للمغرب تمثيل احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. المغرب تعرف تطور كبير في السباقات على الطريق، واهم نقطه بان حضور يعني كل الابطال المغاربه معنا في مدينه مراكش ان شاء الله الرحمن الرحيم. العلاقه مع الصحافه علاقه جيده، وبلا صحافه احنا ما نجحوش، وضروري من يعني من الدعم القوي للصحافيين، وتنفتخروا يعني بوجودكم معنا. كل الاذاعات اكدت الوجود ديالها، وكل الصحافيين مرحبا بهم معنا. هناك ابطال اثيوبيين كينيين مغاربه موجودين معنا، وايضا هناك عده ابطال اللي غيجيو لمراكش من اجل محاوله تحقيق الحد الادنى للمشاركه في بطولات العالم التي ستقيم بفالنسيا يوم 24 مارس 2018 ان شاء الله. اللي هو واحد اللي عندنا ثاني ولادات، وسالنا ثاني في الصين، عاود ثاني مدينه اخرى في الصين. هذا الصين كما شاهدنا في الندوه الصحفيه كان هناك حضور مكثف للصحافه الوطنيه وخاصه الالكترونيه منها. ومن هنا نضرب لكم موعد ماراثون مدينة مراكش الدولي يوم الأحد 28 من هذا الشهر بشارع الأمير مولاي رشيد، ستكون انطلاقة على الساعة 8 صباحا.